السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة أخبار الفجر المغربية في القسم الرياضي الفجر سبور. في مقابلتهم الأخيرة ودع لاعبي شباب العريش مدربهم الكوف والخلوق الإطار السيد محجوب الكلبي بقعة ورد عربون للمحبة والمودة بين اللاعبين والأطر الإدارية والتقنية. سي محجوب الكحل، نهاية العقد نهاية الموسم، نجحتم في التحدي رغم الظروف المادية الصعبة، كلمة أخيرة جمهور العريشي سي محجوب. نهاية الموسم راك شي عانينا بصراحة الموسم كامل، الحمد لله نصيب الفرقة يعني بهاد الظروف كاملة اللي عشنا. تنشكر الناس ديال العريش اللي كانوا عاونونا في الخفاء، سي التونسي المحامي ولا سي الرئيس اللي كان سابق سي علي، سي حداد، تنشكر الناس كاملين اللي عاونونا في الخفاء. وبون شونس النادي شرد العريش الموسم ان شاء الله ديال العام اللي جاي ان شاء الله. بعد مغادرة فريق شبل العريش، هل هناك فريق غادي يتعاقد معاه السي محجوب الكحل السنة المقبلة؟ كاين، ولكن نتمنوا ان شاء الله نسنيو العقد الجاي ان شاء الله ويكون خير. كاين ثلاثة ديال الفرق اللي كنا غادي نبغي نشوفهم ان شاء الله، ولكن ما تتحضرش ليك حتى تسني العقد. شكرا بزاف للناس ديال شباب العرايش، حقيقة هاد المدينة ما تستاهلش هاد الشيء. هاد السير كان عشوائي بزاف. تنشكر السي ابراهيم بزاف، تنشكر بزاف 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 ابراهيم على الشيء اللي جي وانت تسني بون شونس المدينة ما تستاهلش هاد الشيء. دابا انا كنت نقولها عشنا موسم عشان نقول لك. انا من الناس اللي تبعوا الفريق هذه السنه، هذه يمكن نعتبروا ان الفريق العريش حقق انجاز بقائه في قسم وطني الثاني هوات نظري للظروف الماديه الصعبه جدا، ولولا المدرب وقتاليه اللاعبين وحبهم لهذه المدينه وبعض اعضاء المكتب لوجنا شباب العريش هذه السنه في اقسام العصبه. يا ودي السي نزار حنا حنا اللي طلعوا صراحه، ولكن راه كنكتب ما عاودناش ما شي حوايج تمشي في باركور نورمال، كورة حتى خرجت مثلا من اللعب ما كتخرجش، هي صعيبة تالمورات شتو تبدا بين اللي كنت خايف منه هو اللعابة كيخليه يلعب يربح ما تشد والو خسر ما تشد والو تيتعلم داكشي المقابلة الأخرى كاع. شكرا حد موفق، هذا موفق سي محجوب بزاف وغنفقدوكم في الشيء اللي ما كانش شي شنو باش نقولوا تخي انتي لو جو ديال العام الجاي ما غنلعبش غنلعب الشباب هنايا، والموارد الماليه ما كايناش. راه يمكن انا تنقولها ولا تنخاف على المدينه، راه فلاري لي باي باي هاد الله هادي توفيق لينا كاملين ان شاء الله. شكرا، بالتوفيق سي محجوب، توفيق شباب العرائش، مع السلامه. شكرا.